بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد عليه وآله أفضل الصلاة وأتم التسليم. مشاهدينا الكرام، مشاهدي برنامج نورت يا رمضان، بنرحب فيكم وبنطل عليكم اليوم من منطقة حي نزال. منطقة حي نزال في قلب العاصمة الأردنية عمان، ومعروفين نزال وأهلها بحبهم للنبي صلى الله عليه وسلم وبحبهم للمسجد الأقصى المبارك. اليوم سؤالنا راح يكون عن قبة الصخرة المشرفة وعن المسجد الأقصى المبارك. مين بيعرف هاي الصورة؟ شو تفاصيلها؟ هل هي المسجد الأقصى ولا هي قبة الصخرة؟ أسئلة مقدسية وصلاة على النبي، كلها في هاي الحلقة. تابعونا لنشوف مين راح يربح معنا من أهالي حي نزال الكرام. معنا أول متسابق، كيف حالك؟ أهلين فيك، الله يسعدك. تعرف عليك؟ ثائر إبراهيم. سيد ثائر، كيف أمورك؟ الحمد لله تمام. كيف رمضان معك؟ الحمد لله. صايم اليوم؟ صايم الحمد لله. طيب ماشي، شو بتشتغل حضرتك؟ كوافير والله. كوافير؟ رجالي؟ رجالي. طيب تمام. سيدي احنا في عندنا برنامج مسابقات، واللي بيصلي على النبي بالربح هدية. اللهم صل على سيدنا محمد دائما. صليت على النبي صلى الله عليه وسلم ربحت معنا هدية، تمام؟ كل عام وانت بخير. وانت بخير. من أبو صالح. ضيافة تمام؟ الله يقوي. طيب سيدي احنا في عندنا سؤال عشان أربح كمان هدية ثانية. سؤالك بيقول عن المسجد الأقصى المبارك. أها. معروف صح؟ طبعا. ليش سمي المسجد الأقصى المبارك؟ ليش سموه المسجد الأقصى؟ هل هو لأنه بعيد عن كل الناس والناس قصرت معه، ولا لأنه بعيد عن المسجد الحرام؟ لا، لأنه بعيد عن المسجد الحرام. يا عيني عليك، يا عيني عليك، ربحت هدية. شكرا، مبروك عليك، ربحت هدية باكج قهوة مقدم من جنيدي. كل عام وانت بخير. وانت بخير. انت بخير. يعطيك العافية. تسلم ايديك. يعطيك العافية. الله يعافيك. كيف حالك؟ تمام الحمد لله. تعرف عليك؟ عبد الرحمن ناصر الدين. عبد الرحمن ناصر الدين. يا سيد عبد الرحمن، احنا في أي منطقة في عمان حاليا؟ احنا بحي نزال. طيب تمام. شو طبيعة شغلك؟ أنا بالسيارات، فني أجهزة ميكانيك، فحص سيارات. وأنت تشتغل بالسيارة، تصلي على النبي دائما؟ دائما وأبدا، روحي فداك يا رسول الله. بصلي عليه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. صليت على النبي صلى الله عليه وسلم، تروح معنا هدية من أبو صالح. كل عام وأنت بخير. وأنت بالصحة والسلامة يا رب. سؤال حلقتنا اليوم عن المسجد الأقصى المبارك. طيب؟ أرجيك هاي الصورة وتحكي لي إيش هي. جاهز؟ يلا. هذه الصخرة. على طول. مش المسجد الأقصى. لا، قبة الصخرة. بس تفكرها المسجد الأقصى. قبة الصخرة. شو عندك معلومات عن المسجد الأقصى أو قبة الصخرة؟ ربحك هدية. صلى عليه سيدنا محمد، اللهم صل على سيدنا محمد. يقول القبلتين. تمام. وشو كمان؟ موجود بفلسطين في القدس. تمام. وشو في عندك معلومات عن الأحداث الأخيرة صارت في المسجد الأقصى؟ مظاهرات، واللهم صل على سيدنا محمد. انتهاكات حقوق المسلمين والمصلين فيه من قبل الجيش الصهيوني. طيب شو رسالتك للناس في هذا الوقت المرابطين في المسجد الأقصى؟ شو بتحكي لهم؟ بحكي الله يقويهم ويصبرهم ويكون معاهم، واحنا كنا معاهم قلبا وقالبا بالدعاء واللي بنقدر عليه. احنا يعني حابين نربحك هدية، قال لك صلي على النبي صلى الله عليه وسلم. وكونك ايضا بتحب المسجد الاقصى؟ دائما وابدا، وانا صليت فيه من لما كان عمري 6 سنوات. ما شاء الله عليك، نيه لك ان شاء الله نصلي فيه واحنا يا رب، واحنا وهو محرر طبعا. احنا بنربحك معنا هديه من شركه تسابيح للسياحه والسفر والحج والعمره، هديه رحله لشخصين للعقبه يومين مع ليله. شكرا جزيلا. شكرا لك، يعطيك العافيه. طيب ومن اخونا الكريم ننتقل لمتسابق جديد ونشوف مين راح يكون معنا رابح، مين بيصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. يعطيك العافيه. الله يعافيك. تعرف عليك يا طيب. اسم نضال خرف سليمان الزير. يا سيد نضال، بتصلي على النبي دائما؟ عليه الصلاه والسلام، افضل الصلاه والسلام. كيف وضعك؟ شو بتشتغل الايام انت؟ والله احنا جماعه رزاقيه، يعني عباب الله، يعني تمام، صناعيه، والاسواق يعني بتشد وتخيب، بس الحمد لله رب العالمين، يعني ماشي الحال. الحمد لله رب العالمين. احنا اللي بنصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بالربح هدي عند ابو صالح. تمام. كل عام وانت بخير. وانت بالف خير. بدي أرجيك صورة وربحك هدية إن شاء الله. هاي الصورة، تعرف صورة إيش؟ هاي الصورة القدس الشريف إن شاء الله بإذن الله، كنا جمعة بنصلي فيه ومحرر بإذن واحد أحد. طيب هاي الصورة امسك معي والله. هاي الصورة صورة مين؟ صورة القدس. القدس أكثر قبة الصخرة المشرفة، مش المسجد الأقصى؟ المسجد الأقصى، ما هو الصخرة المشرفة يعني القدس. أنت جاوبت صح، قبة الصخرة. قبة الصخرة نعم، مش المسجد الأقصى. هي شو اسمه الصخرة المشرفة. نعم، هي قبة الصخرة. قبة الصخرة المشرفة. والمسجد الأقصى. والمسجد الأقصى داير ما يدوره. داير ما يدور حوالين السور. أي نعم. طيب ممتاز جدا، أنت جاوبت صح. الله يحييك. من ربحك هدية. بارك الله فيك يا سيدي. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام. لما أسرى. نعم. في أي سورة ورد؟ سورة الإسراء والمعراج. أعطينا أولها.
سبحان أشترجيم بسم الله الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. السلام عليكم. لك جلسة السؤال. بحث معنا هدية مقدمة من مطعم الدار دارك. بوفيه مفتوح. يخلف عليك. تمام، كل عام وأنت بخير. بألف خير والصحة والسلام إن شاء الله. ألف عافية. ينعاد علينا وعليك وعلى الأمة الإسلامية إن شاء الله بألف خير. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك؟ الحمد لله رب العالمين. تعرف عليكي؟ رشا. رشا كيف حالك؟ والله الحمد لله رب العالمين. شو بتساوي هون؟ والله ما شاء الله منطقة نزل كتير حلوة، وبعدين أجواء كتير حلوة ما شاء الله، خاصة كل شهر رمضان وكتير يعني ما شاء الله بحب أجيها دائما. الله يعطيك العافية. الله يعافيك. طيب احنا في عندنا سؤال. أول شيء بحب نربحك هدية، أنت بتحبي النبي صلى الله عليه وسلم؟ نعم صح؟ الله وسلم دائما. وأنت بتشتغلي وأنت رايحة جاي؟ دائما أو الاستغفار كمان. سمعي صلى على النبي. الله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد. ربحتي معنا هديه من المصالح. كل عام وانت بخير. وانت بألف خير يا ربي بالصحه والسلام. وننتقل الان مشاهدينا الكرام لمتسابق جديد نتعرف عليك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. احمد محمد امين ابو يمن. يا ابو اليمن كيف حالك؟ الله يسعدك. الله يسعدك. رمضان معك. الله يسعدك. الحمد لله مسروره. شو طبيعه شغلك؟ انا خلصت ملازم اول متقاعد من الامن العام. بس متقاعد والله. الله يعطيك العافيه. الله يعافيك. بس وانت متقاعد بتصلي على النبي صلى الله عليه وسلم؟ اللهم صل على سيدنا. دائما بنصلي على النبي. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد. النبي صلى على النبي صلى الله عليه وسلم بالربح هديه من عند ابو صالح. كل عام وانت بخير. انت بألف خير. في معنا سؤال حلقتنا اليوم عن المسجد الاقصى المبارك. في جوا المسجد الاقصى المبارك في عندنا في مسجد جوا المسجد الاقصى، شو اسمه؟ قباء. غير فكر. فكر اكثر. غير قباء. اعطيك خيارات. غير ريت. المسجد السليماني، المسجد المرواني، المسجد الجنوبي. الجنوبي. الجنوبي لا للأسف. السلماني. لا. السلماني. لا. المسجد المرواني. 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 المسجد المرواني هو أحد معالم المسجد الأقصى المبارك. معالم المسجد الأقصى المبارك. ما شاء الله مساحته 5 دونمات. ما شاء الله. وسعة تقريبا 10,000 مصلي. ما شاء الله. ان شاء الله يرزقنا احنا وياك نصلي هناك يا رب العالمين. يا رب نصلي على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد. واحنا حابين نربحك معنا هديه جائزه بوفيه من مطاعم الدار دارك. الله يسعدك. وكل عام وانت بألف خير والصحه والسلامه. الله يعطيكم العافيه شكرا. ومن اخونا المتقاعد العسكري بنوجه تحيه لكل العسكريين ولكل مدنيين كمان. ننتقل لمتسابق جديد ونشوف مين راح يربح معنا. معنا متسابق جديد من الناس الطيبين الرائعين جدا جدا جدا. السلام عليكم. يا الله. كيف حالك؟ حب الله. تعرف عليك؟ مالك محمد. مالك محمد علي. يا سيد مالك كيف رمضان معك؟ والله مني حب الله وقهيم إن شاء الله وإن شاء وعيد بلا إن شاء الله. طيب يا سيد مالك بتصلي على النبي دائما؟ نعم حب الله محمد. بتحب النبي؟ حب الله ونعم إن شاء الله. أكل ونوف إن شاء الله. تصلي على النبي كل يوم؟ أه والله. طب سمعنا الصلاة على النبي يلا. بذكي محمد علي بذكي محمد علي هدية؟ عليك الخير وجارك بيك وصحر بخير. طيب احنا بدنا نربحك كمان هديه ان شاء الله. تحب المسجد الاقصى؟ طب اه والله. طيب كل عام وانت بخير. بخير. هديه من مطعم الدار دارك. ايه هديه من مطعم الدار دارك بوفيه. مسجد الخير والقوي ان شاء الله. كل عام وانت بخير. بخير وبصحه وخير. السلام عليكم. وعليكم السلام. حامد الكسواني. يعطيك العافيه يا حامد. الله يسعدك. كيف حالك؟ والله الحمد لله. الله يسعدك. كيف رمضان معك؟ والله الحمد لله. طيب بتصلي على النبي دائما في رمضان؟ الحمد لله. في غير رمضان؟ غير رمضان. طب سمعنا الصلاة على النبي. اللهم صل على سيدنا محمد. ربحت معنا هدية من المصالح ضيافة حلوة عشان بتصلي على النبي. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. بدي أسألك سؤال وإذا جاوبت عليه بعطيك هدية. تفضل. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد. لما سافر في رحلة الإسراء والمعراج. لما أسري به في رحلة الإسراء والمعراج. صح؟ نعم. مين كان معه؟ والله ما أعرف. ركز أكثر. أعطيك خيارات؟ أعطيني خيارات. هل هو جبريل عليه السلام؟ أم هو جبريل عليه السلام؟ عليه السلام. جبريل عليه السلام. طيب سيدنا جبريل عليه السلام كان مع برفقة النبي صلى الله عليه وسلم في رحلة الإسراء والمعراج صحيح؟ طيب ربحت معنا هدية باكج قهوة مقدم من الجنيدي. تمام؟ كل عام وانت بخير. وانت بخير وشكرا لكم على التلفزيون. دائما نصلي على النبي. اللهم صل على سيدنا محمد. نشكركم. شكرا لكم. ومن اخونا حامد الكسواني ومعه بيكون وصلنا لنهايه حلقتنا لهذا اليوم. وان شاء الله كمان انتم مشاهدينا الكرام ما تنسوا صلاه على النبي صلى الله عليه وسلم ونتابع اخبار المسجد الاقصى المبارك وندعي المرابطين فيه. وكل عام وانتم بخير. يعطيك العافيه.